لتعمل لعبة كرة عرضية، العرضية العالية تعود كفارة، يا عيني كفارة، يا السلام يا كفارة على الطاير، يسجل ويولع الملعب كفارة، يشعل الملعب كفارة، يا السلام يا كفارة. تذكروا بأنهم كانوا ممتعين، كانوا مبدعين، كانوا مخيفين، يسجلون أولا ويتقدمون الآن أبناء الجنوب. العداء التاريخي يستمر، العداء التاريخي يستمر، هدف في شباك اليوبي يبقى خالد، يبقى خالد في الأذهان يا كفارة. لذلك كفارة يترك بصمته، كفارة يواصل حضوره ويسجل أول أهدافه في هذه الأمسية، هذه الكرة العرضية والمحاولة التي وصلت والمتابعة من كفارة. يا عيني يا كفارة، يا عيني يا كفارة، كفارة على الطاير، كفارة دونا في ملعب دييغو أرماندو مارادونا، يسجل في هذه القمة وفي هذه المواجهة، وهدف على الطاير في شوط المباراة الأول، يسجل أول أهدافه في هذه المباراة. كفارة وقبلة لجماهير الكرازي لكيزا، كيزا بيسدد، يا عيني يا كيزا، يا السلام يا اليوبي، اليوبي يعود، اليوبي يتغلب على كل الصعاب، اليوبي يسجل التعادل على بيانكونيري عن طريق هذا الموهوب، عن طريق هذا اللعيب. كيزا يأتي بالحلول، يأتي بالحلول، كيزا نعم يجد الحل، دائما الموهوبون يجدون الحلول، والعباقرة يكتشفون الإشكاليات. سجل الهدف الثاني في المباراة وهدف التعادل لبيانكونيري، أصبحت النتيجة 1-1. كيزا أطلقها زاحفة أرضية راحت في شباك حارس المرمى بيريت، أصبحت النتيجة 1-1. السيدة العجوز الآن سعيدة، ولبيانكونيري ألا بيك يا سينيورا، 1-1 لبيك يا سينيورا، سعادة كبيرة اليوم، وركلة جزاء لمصلحة نادي نابولي. فرحة للجنوب قد تأتي الآن، فرحة للجنوب قد تأتي الآن. هذا اللاعب التاريخي في نادي نابولي الأسمراني الجميل أوسيمين، لكن حارس مرمى كبير، والهدف الثاني، الهدف الثاني، نعم شالان تشيزيني، لكن رسمادوري، رسمادوري يقع يعود مرة أخرى ويعيد التقدم لنادي نابولي. فرحة للجنوب، جنة جنون ملعب دييغو أرماندو مارادونا، نعم هنا في نابولي يقولون، نابولي يغرس الرغبة في الطعام في سكانه، لذلك الأمر نشاهده في لاعبي نادي نابولي، الرغبة بالانتصار مستمرة، هذه الرغبة يجدونها بطعامهم هنا في نادي نابولي، رغبة كبيرة. هدف ثاني، أوسيمين شال حارس المرمى، لكن رغبتهم، رغبتهم، رغبتهم كانت كبيرة من أجل الانتصار، فعلها رسمادوري، فعلها رسمادوري، من أخذ هذه الرغبة في الطعام هنا في نابولي، يسجل هدف ثاني في اللحظات الأخيرة، وفرحة كبيرة في ملعب دييغو أرماندو مارادونا، فرحة كبيرة في ملعب دييغو أرماندو مارادونا، هدف ثاني في اللحظات الأخيرة يا رسمادوري، وانتصار.